جزاكم الله تعالى خيرا. وهل من السنة التزام الملتزم؟ الوقوف عند الملتزم وهو ما بين الركن والباب، الوقوف في هذا المكان والدعاء هذا مستحب، أما التعلق بأستار الكعبة أو بجدران الكعبة هذا غير مشروع، لكن يقف في هذا المكان ويدعو إذا تيسر له وليس فيه مزاحمة، وجد المكان واسع تمكن من الوقوف في هذا المكان ودعا، يرجى أن يستجاب دعاؤه. نعم.